نبداو على بركة الله. عندي كيلو ديال المشمش هاد الصغير، هذا كنختارو هاد الصغير البلدي هو اللي كيكون حلو، كنحيدو له هاد العظم. من بعد غادي نعاود نقطعو على ربعة حيت ما غاديش نطحنو فاش غادي يطيب. وهاد العظام هادو ما تلوحوهمش، غادي نحتاجو واحد الخمسة د الحبات باش ملي يكون كيطيب نلوحوه معاه، كيطلق واحد البن زويونة في الكونفيتور ديالنا. غادي نحيدو له العظم كامل وغادي نعاود نرجع معاكم. هنا من بعد ما قطعت المشمش غادي نضيف له كيلو ديال السكر سنيدة، كيلو كامل، غادي نحركو مزيان ونخليه يبات حتى يتعسل مزيان ويطلق الماء ديالو. بعد ما تعسل هانتوما كتشوفو، دابا غادي نردو غادي نخوي في بعد ما كيبات غادي نردو السكر سنيدة، كيولي على هاد الشكل معسل، كيدوب داك السكر. دابا غادي نردوه يطيب. كنخوه فواحد الطنجرة كنخليوه على عافية مهيلة متوسطة، ماشي مهيلة بزاف، متوسطة، وكنحركو حتى كيبدا يغلي، كيدوب هاد السكر اللي بقى في القاع كيدوب كلو وكيبدا يغلي. بعد ما كتبدا تغلي اولا كيبدا يغلي المشماش ديالنا، كنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الزبده باش ما تبقى لناش هاد الفراره هادي اللي كتشوفوا. كنديروا له نفس الطريقه اللي درنا اولا اللي درت الفريز، الفيديو ديالو راه كاين في القناه ديالي تقدروا تشوفوه. دابا غادي يبدا يغلي وغادي ينقص منه هاد الفراره، غادي تنقص منه، كنستمرو بحال هكا كنخليوه يغلي على عافية متوسطة حتى كتحيد هاد الفرارة كاملة وهاد المشمش هذا كيدوب. بعد ما درنا له ديك نص معلقه ديال الزبده هانتوما كتشوفوا ما بقاش فيه الفراره نهائيا، انا ما حيدتهاش، بقى كيغلي حتى مشات بوحدها. كنخليوه هكا كيغلي حتى كنحسو به وجد، كنحسبوا له واحد 45 دقيقه كافيه. كناخذ واحد خمسة ديال الحبات ديال هاد العظم ديال الخوخ المشماش، كنهرسوه وكنضيفوه مع المشماش كيعطي واحد المذاق زويون. فاش كيطيب كنحيدو بطبيعة الحال مكنخليهوش. حاولوا على صباعكم فاش تكونوا كتهرسوه.
بعدما كيغلي مزيان كنضيفو هاد الحبات هادو ديال العظام ديال الخوخ المشمش. كنعاودو نحركو ولا دخلو الطياب قرب يوجد. كنخليوه ينفس بحال هكا. بعد ما كيولي على هاد القوام دابا صافي غادي يكون وجد. غادي نطفي عليه. وهاد هاد العظم هذا ديال المشمش كنحيدوه. كان في الحقيقة ما كنتش اولا نطحنو صحاب لي غادي يذوب مزيان، ولكن دابا غادي نطحنو ونخليه حتى يبرد وغادي نديرو في الكاس ديال الخلاط وغادي نطحنو. نتلاقاو ونوريكم كيجي. بعد ما كيوجد الكونفيتور ديالنا البنات كيجي على هذا الشكل. انا كما قلت لكم طحنتو مازال ما بردش مزيان. ملي كيزيد يبرد كيكون عقد على هكا شي شويه. كما كتشوفوا الكميه ديال الكيلو كتخرج لي 3 ديال القراعي كما كتشوفوا. كنتمنى تجربوه البنات كيجي رائع. والكميه ديال كيلو كتخرج لنا 3 ديال القريعات. كنتمنى يعجبكم والى فيديو قادم ان شاء الله.